في كثير عالم بتقول لك انا ما بحب الورد كأكثر شيء بيمشي هيك شيء على الهوسبيتال المستشفى، يعني بدل ما انا فوت معي بوكي ورد فوت معي مثلا بوكي مصاري. فكرت انه مثلا بطل يمكن الورد كثير ماشي للسعر الغالي، فحبيت اعمل شيء مثل الورد. طبعا ما في شيء بديل عن الورد، بس انه ممكن يكون احسن ما حدا يقدم بوكي ورد بقيمتها مليونين مليون ونص بهالقيمه بيعطي فيها مصاري. الأشخاص أوقات ممكن إن هي عم تاخد مصاري بطريقة بتنجرح، ما بتحب هيدا الأسلوب، بس لما عم تتقدم بهيدي الطريقة الحلوة رح تحب هيدا الشيء. يعني أنت صار فيك تقدم تساعد أي شخص بهيدي الطريقة حيحبها حيتقبلها، أكيد حيتقبلها لأنه عم تتقدم بطريقة كثير حلوة.